وتنضم إلي عبر الهاتف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية دكتور فيروز النعاس. دكتور أرحب بك معي في هذه النشرة. مرحبا بك. أطلعيني عن ما حدث في اجتماع لجنة الاطلاع الأوروبية مع الأحزاب السياسية، وماذا كان موقف حزب الجبهة بالتحديد، خاصة أن هناك أنباء تسربت عن أن بعض الأحزاب حاولت الوصول أو حاولت فتح باب النقاش حول وقف إطلاق النار؟ الجلسة كانت هي مع اللجنة، هي عبارة عن لجنة اطلاع، وهي ممكن تكون مقدمة لقدوم لجنة للجنة الاستطلاع أو لجنة لتقصي الحقائق. كانت الجلسة مع الأحزاب، كانوا حاضرين ست أحزاب، كان لتوضيح الرأي حول ما يدور حاليا وخاصة من ناحية الجانب السياسي في ليبيا. في حزب الجبهة نحن ركزنا على مجموعة من النقاط واتفقنا، أو كان أغلب الأحزاب شبه متفقين عليها. كان أن اللي يحدث حاليا في الحرب، هو الحرب الحالية على ليبيا، على طرابلس بالذات، هي حرب، هي امتداد للانقلاب العسكري اللي قام به حفتر في فبراير 2014، والحرب هذه هي حرب للدفاع عن الدولة المدنية وعن الدولة الديمقراطية. كان من ضمن النقاط اللي أشرنا لها أن لا وجود في المناصب السيادية الليبية لمنصب القائد العام للجيش، وهذا منصب استحدث خصيصا لأجل حفتر بالضغط منه على بعض النواب الموالين له. ركزنا على أن ما يقود حفتر هو عبارة عن مجموعة من الميليشيات، فيهم صحوات وفيهم ميليشيات دينية من كتيبة المداخلة المتشددة هذه، وفيه من بقايا كتائب القذافي وكتائب قبلية، وإنما هو جيش حقيقي، وإنه هو برضو يجند في العدد كبير من الأطفال الخسر. ادعاء أن هذه حرب ضد الإرهاب ادعاء غير صحيح، بدليل أن جزء من القوات اللي قاعدة تدافع عن العاصمة هي من البنيان المرصوص واللي شهد لها العالم كله وأشاد بدورها في محاربة الإرهاب والقضاء على داعش في صرت. كذلك ما هيش حرب على المناصب زي ما أشار، على الثروة زي ما أشار السيد سلامة في أحد تطريحاته المتلفزة. أكدنا أن هذه انقلاب عسكري لإرجاع ليبيا إلى الدكتاتورية وحكم العسكر. طيب دكتور فيروز، ماذا كانت أبرز النقاط التي حاولت اللجنة الوصول إليها؟ يعني هم يحاولون فهم الوضع، عن ماذا تركزت أسئلتهم بالتحديد؟ كان من ضمن أغلب الحاضرين ركزوا على التدخلات الأجنبية، وكان على دور مصر والإمارات والسعودية ودور فرنسا ودور روسيا. لا أنا أتحدث كان في تركيز من اللجنة لماذا الاتهام يوجه لهذه الدول، فقدمنا بعض الحقائق وسردنا بعض الوقائع اللي تثبت تدخل هذه الدول، وكان في تركيز على دور فرنسا، فكان مثلا جزء من الرد على هذا التأكيد بالذات أن فرنسا عرقلت لأكثر من مرة إصدار بيان من الاتحاد الأوروبي، وتقريبا لمرتين، المرة الثالثة قدروا الاتحاد الأوروبي أن يصدروا بيان لإدانة هذا الهجوم. ذكر أحد الحاضرين ذكر سقوط الطيارة وكان فيها طيارين فرنسويين في جنينس، أعتقد كان في 2016. كذلك الفرنسيين اللي قبضوا عليهم على الحدود التونسية، فذكرنا لهم مجموعة من الوقائع. كان عندهم برضو مجموعة من الاستفسارات على سألوا هل ممكن يكون حفتر، ممكن يكون الحرب في النهاية لازم تنتهي ولازم يكون في حوار، فهل حيكون حفتر جزء من الحوار، هل في إمكانية لإقامة حوار معه؟ فكانت أغلب الإجابات تصب أن لا يمكن يكون في حوار مع حفتر، حفتر لا يمكن يكون في المشهد القادم، إن ما قبل إصرار على جملة ما قبل 4-4 ليس مثل ما بعد 4-4، إن أكيد حيكون في حوار ولكن لن يكون هو جزء منه. كذلك كان في سؤال على الانتهاكات، وهل هي مجرد بروباغاندا إعلامية وضجة إعلامية وكذا، فكان رد جاهز بالذات خصوصا بما ترتكبه ميليشيات حفتر من انتهاكات، إن
هي توثق من نفسها، هم يوثقوا ويصوروا في الانتهاكات اللي يديروا فيها وينزلوا فيها على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني الموضوع ما هوش محتاج جهد، بحيث انك انت تقدر محتاج تبذل جهد باش تجمع الأدلة وتجمع الوثائق اللي تثبت انهم هم فعلا يقوموا بانتهاكات ويقوموا بهذا الشيء. جزئية بسيطة هيك كانت كانوا مركزين عليها برضو، اللي هو الهجرة غير شرعية، المهاجرين غير شرعيين ومراكز الإيواء لهم، اللي طبعا شنو وضعهم وكيف وكيف صاير فيه. فكان الرد برضو انه كان في اتفاقيات بادية ليبيا، حكومة الوفاق خاصة كانت تتعامل مع الدول الأوروبية وتتساعد معاهم في محاولة كيفية القضاء على الهجرة غير الشرعية وكيفية توفير مراكز إيواء تخضع للشروط الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان. ولكن الحرب اللي صارت تم قصفهم من قبل ميليشيات حفتر، عرضتهم للخطر. وحقيقة أنا أشرت لأن مش فقط المهاجرين غير الشرعيين هم اللي في خطر وهم اللي أوضاعهم سيئة، إحنا حتى المواطنين الليبيين أصبحت أوضاعهم سيئة، والكثير منهم مهجرين والكثير منهم نازحين، ودمرت أملاكهم وممتلكاتهم وأرزاقهم. وهذا شيء لا يقتصر فقط على أن المهاجرين غير شرعيين فقط هم اللي يتم التركيز عليهم، يعني إحنا قاعدين نعانوا في حالة إنسانية للجميع. كل ما هو كل من هو موجود في على أطراف طرابلس، وخصوصا على المنطقة اللي داير فيها الحرب. طيب دكتور، يعني هل أو كيف تقيمين هذه التجربة؟ يعني هل تشعرون بأنكم استطعتم فعلا إيصال صورة واضحة لهذه اللجنة؟ وهل تعولون كثيرا على مثل هذه اللجان، خاصة أنها لجان مستقلة، يعني ليست ربما بالمعنى الصحيح ذات ثقل سياسي حالي في الدول الأوروبية؟ الدول الأوروبية والدول الديمقراطية بصفة عامة تعتمد على المجتمع المدني أكثر، خاصة في بلورة الرأي العام وفي التأثير على السياسات العامة للدول. يعني هم في اعتمادهم لا يكون على المؤسسات الحكومية، بالعكس مؤسسات المجتمع المدني هي اللي يكون لها دور. اللجنة كانت تضم عدد خليط كبير من برلمانيين سابقين، من حتى أعتقد كان فيهم جنرالات سابقين، كان فيهم وزير اقتصاد من اليونان، وزير سابق لاقتصاد دولة اليونان، كان فيها مجموعة من الصحفيين من بعض الصحف المعروفة والمشهورة. لذلك أن مجرد أنك توصل الفكرة لهؤلاء ويسألوك مجموعة من الأسئلة، هذه بحد ذاتها نقطة إيجابية، أن نحن محتاجين نسمع صوتنا للشارع اللي في الدول الأوروبية، بحيث أنه هو ممكن يساعد في الضغط على حكوماتهم لاتخاذ خطوات حقيقية وخطوات إيجابية، خاصة الدول اللي قاعدة يا إما تراوح في النص ما بين مش محددة موقفها، أو اللي قاعدة منحازة إلى طرف معين. لذلك كان عندنا تركيز كبير على ذكر دور فرنسا وكيفية انحيازها، كذلك كان في تركيز كبير على دور البعثة ودور غسان سلامة وكيفية انحيازها. إن هو حتى القصف اللي صار على المطار وقصف المستشفيات الميدانية وكذا ما أصدرش عليهم أي بيان إلى اليوم. يعني هذا كله حيأثر عند الرأي العام لما يسمع الانتهاكات ويسمع الحاجات، يأثر على الرأي العام الأوروبي. الأوروبيين يأثروا على بمنظماتهم وبالمجتمع المدني وبصحفتهم وبأعلامهم، ممكن يأثروا على متخذي القرار عندهم هم. فهي حتى إن كان ملهاش مازال مش حيبان طبعا مش من أول مرة ومستحيل، وأنا ذكرت أن هذه مجرد لجنة اطلاع ما تصلش إلى لجنة تقصي حقائق، ولكن من جيد جدا أنه يبدأ يوصل الصوت. نحن كنا كمجموعة من الأحزاب بدينا نحاولوا نديروا حراك معين على الجانب السياسي، وكان بدينا نسعى بس ما زلنا لم نوفق حتى اللحظة بسبب عدة عراقيل معينة، لكن بدينا نسعى أنه نبو نحاولوا نقابلوا سفراء بعض الدول، نحاولوا نسافروا لبعض الدول الأوروبية، نقابلوا أحزاب رؤساء أحزاب، نقابلوا برلمانات، نشرحوا لهم الوضع بحيث نبينوا لهم الصورة بطريقة أوضح، بحيث يساعدونا في الضغط على برلماناتهم وعلى حكوماتهم، بحيث أنهم يتخذوا على الأقل موقف إيجابي أو يبطلوا حتى الدول اللي قاعدة داعمة توقف دعمها ويفهموا الوضع حقيقة. لأن ممكن الصورة تكون مش وصلتهم بالطريقة الصحيحة، تعرف الإعلام وما ممكن يديره وكيف ممكن يوصل صورة. فهذا كله نحن نفعه، فهذه كانت فرصة جيدة وفرها مجلس الدولة أن جينا رأوا أن يوصلوا عندك أوروبيين بصفاتهم
وحتى مجرد إعلاميين في بلاد أنا أنسى قاعدة المدينة اللي مهددة بالحرب ومهددة بالقصف بأي لحظة. وهم جو خلال قصف قبل ما يوصلوا بيوم كان في قصف على المطار مطار المعتيقة. هذا بروحه يعني حاجة كويسة بكل يعني خطوة جيدة أن وفق مجلس الدولة أنه هو يقدر يجيب اللجنة هذه وأنها تجي تجتمع في طرابلس. اجتمعت مع الأحزاب مع عمداء البلديات مع المنظمات المجتمع المدني. هذا كلها نقطة إيجابية يعني. أشكرك جزيل الشكر الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية دكتور فيروز النعاس، كنت معي عبر الهاتف.